طيب تعالوا تعالوا احنا مش هيصير عليكم. السلام. كيفك؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ اشتغل واصله بس حياك الله، كيف صحتك؟ الحمد لله. رامي ايه، كلمني يا رامي، ايش شعورك الان وانت عامل يعني وشيء فيه خير يخدم اهل هذه الجزيره؟ نعم هذا شعور طيب. نعم. النظافه نعم طيبه. صحيح النظافة هي من الإيمان، وأنتم مش بس يعني بتنظفوا، أنتم الآن توصلوا رسالة للناس خاصة الزائرين لهذه المحمية الجميلة أنهم يحافظوا على منظر هذا المكان ونظافته ومظهره. صحيح. نعم. شكرا لك. ممكن تلتفت للكاميرا؟ كيف صحتك؟ والله خير. ما كلمني أيش شعورك؟ شعوري تمام يعني. يعني أيش اللي خلاك تشتغل هذا العمل؟ هذا من شأن مصلحة وطني وحماية البيئة. نعم. ومصلحة شبابنا وأخواننا. صحيح. من شأن مصلحة الزوار السواح. صحيح. جميل. حسوا بأن في شباب مبادرة بيئة. نعم صحيح. ممكن أطلب منك طلب تقول للكاميرا الشباب فيهم خير؟ الشباب إن شاء الله فيهم خير. نتمنى لأخواننا الآخرون أن يحافظ على البيئة مصلحة بلدهم. جميل جميل. وإن شاء الله إن شاء الله فيهم خير. تمام. ها كلمني إيش شعورك الآن؟ والله شعور حلو ولا مش حلو؟ حلو. الشباب فيهم خير؟ خير. الشباب فيهم خير. نعم. خلينا نشوف رياض أحبة المشاهدين جالس يشرف على المجموعة. رياض رياض رياض. رياض كيفك؟ ايش اخبارك؟ طيب وعافية الله. يعني الفريق كبير صراحة عددهم كويس يعني، وانت جالس تحاول انك تضبط الامور وتشرف عليهم بحيث انهم يحطوا كل برميل في مكانه المناسب. أكيد. وكمان اللوحة اخترت مكان مناسب صراحة لان هذا ايضا ممر السيارات. صحيح؟ نعم. طيب كلمني ايش شعورك؟ اللهم لك الحمد. والله قمة في الشعور لما الواحد يقدم مثل هكذا خدمة لبلده. نعم. اولا تؤجر في عند الله عز وجل. صحيح. ثانيا انت خدمت بلدك واهلك واخوانك. صحيح. وهذا مثل ما يقول الاوروبيين يعني رقي حضاري. احنا قبل ما نكون حضاره رقي الاوروبيين هذا نامل دخل عند الله عز وجل. صحيح. لما تنظف بلدك. صحيح. في مقوله النظافه من الايمان. صحيح. طبيعي، والبلد النظيف يعني دليل على ان هذا الشعب نظيف ويستحق الافضل. غير ان الدين الاسلامي الحنيف دعا الى النظافه ودعا الى ان احنا نحافظ على يعني مظهر الشارع ومظهر بلدنا، ما بالك انه احنا الان في محميه طبيعيه جميله خلابه فاتنه ساحره. انا مستمتع جدا، اعيش لحظات جميله صراحه. انتم جالسين شغالين وانا جالس الف اشوف المكان ويعني وجمال هذا المكان. يعني لابد ان احنا فعلا نحافظ على مظهر هذا المكان وجمال هذا المكان. اخيرا عفوا ممكن طلب تقول للمشاهدين الشباب فيهم خير؟ الشباب فيهم خير. جميل. الشباب فيهم خير بس محتاج من يعني يشتغل، من يحرك الطاقات الموجوده في الشباب. صحيح. اكيد. شكرا. انتم تحركوا هذه الطاقه، خليني بس انت تستمر في شغلك، انا اروح لعند الشباب اللي هناك. يلا شباب تفضلوا. السلام عليكم. اخبارك؟ حياكم الله خير. ايش شعورك وانت جالس يعني تنظف المكان وتحط براميل؟ نعم في نظافه المكان نساعد. نعم. الناس نحاول الناس عشان يفهموا ان القمامه لازم تطرح في مكان مناسب. صحيح. انت لما جيت حطيت البرميل هنا وكمان حطيت لافته الان الشباب بيركبوها، كانك بتقول يا ناس حافظوا على نظافه هذا المكان. حافظوا على النظافه وحافظوا على المكان الزين والمنظر الطبيعي. صحيح. من اجل سلامه الشعب وسلامه الجميع. سلامة البيئة. وسلامة البيئة. نعم. المخلفات دائما هي تأكل. نعم. نعم. وتضر يعني العشب والأمور هذه. نعم نعم. حياكم. شاكرين لك. أولا نشكركم على ربي يحفظك، والشكر موصول لكم أنتم. شاكرين. كيفك وصحتك؟ الحمد لله. كلمني إيش شعورك؟ شعوري يعني نحافظ على البيئة ونحافظ على سلامة الأشجار. صحيح. نحافظ على أبنائنا اللي يجونا زايرين السواح. صحيح. صحيح. ونوجههم رسالة أنهم يحاولوا يحافظوا على نظافة هذا المكان الجميل والرائع الخلاب. نعم. شكرا لك. السلام عليكم. تعال عندك. ها كلمني كيف صحتك؟ الحمد لله. كيف شعورك الآن؟ مسرور. مسرور. سعيدة. مسرورين احنا فيكم والله، الشباب فيهم خير وانتم فيكم خير، وهذه رساله ان شاء الله توصل لاحبتنا المشاهدين وتثبتون ان فيكم خير بعملكم هذا الطيب والمتواضع في يعني نظافه، او بالاصح يعني انتم الحلقه هذه حابين توصلوا رساله للناس انهم يهتموا بنظافه
مثل هكذا اماكن جميله وعامه الاماكن ان شاء الله. احنا شباب مبادر نبادر في نظافه هذا المكان. نعم تبادرون في نظافه هذا المكان. الاماكن السياحيه. نعم. الوقت كان ضيق جدا معنا لكن سبحان الله العظيم كان في معنا بركه في الوقت. يعني كلنا كنا نشوف الساعة مثلا حد يقول الساعة الآن 7 الصباح وبعد إنجاز كثير من الأعمال نسأل كم الساعة يقول الساعة 8 إلا ربع. يعني كلنا كنا مستغربين لكن الحمد لله شعرنا أننا أنجزنا أمور كثيرة والحمد لله. والله المكان جميل جميل جدا أحب المشاهدين. خلونا نشوف ركبوا اللوحة ولا لا. هذه طبعا اللافتة اللي يعملوها الشباب بارك الله فيهم محمية عرعر الطبيعية. هذه الكلمة تعني صوت خرير الماء. طبعا كاتبين أخي الزائر الرجاء ساعد على بقاء المحمية نظيفة وجميلة وفي الأخير حياة الناس. فعلا احنا بحاجة ان احنا نعيش حياة القادمين الى هذا المكان الجميل ونرويهم انه احنا بحاجة الى الحفاظ على هذا المكان من خلال انشاء البرامج اللي عملتوها. كمان هذه الكلمة ان شاء الله تكون رسالة لكل من يأتي الى هذا المكان ان يحافظ على نظافته. انا احب الشباب يدخلوا لعندي. شباب تفضلوا تفضلوا. يا مرحبا فيكم شباب. تفضلوا تفضلوا شباب. تفضل تفضل تفضلوا الشباب. كل الشباب يتفضلوا هنا جنبي. طبعا بصراحة الشباب أثبتوا لنا أن فيهم خير. بذلوا جهد في نظافة هذا المكان وحطوا البراميل في أماكنها المناسبة وكمان اشتغلوا على هذه اللوحة. إن شاء الله رسالتنا تكون وصلت لكم أحبة المشاهدين. إحنا حابين فقط قبل ما نختم هذا اللقاء الطيب معنا هدايا بسيطة وتواضعة قدمناها للشباب. هذا في حقهم قليل. بعد إذنك حامد تفضل وزع للشباب. يعني شباب أنتم المفروض يكون لكم هدايا أكبر بكثير من هذا. نعم تفضل يا كريم. هو مشي زلة من عندك. الهدايا اللي جبناها هي هدية قليلة في حقكم صراحة. أنتم حقكم على من هذا الكثير. وحابين قبل ما نختم كلمة أخيرة منك يا رياض تقولها أو رسالة أخيرة تعطيها لنا وللمشاهدين. جزاكم الله خير. اولا صراحه نشكر قناه السعيد على هذا البرنامج. الشباب فيهم خير وفعلا اثبتوا الشباب انهم فيهم خير مثل ما انتم شاهدتم. يعني هذا الشباب كلهم الان بيعملوا معنا عمل طوعي. وهذه الرساله انا اود ان يعني اعطيها للشباب سواء في سقطرى او خارج سقطرى او في اليمن كامل بصفه عامه ان العمل التطوعي دائما تجده لذه. صحيح. له خير. لما تعطي يعني انت لما تعطي يعني لك شيء لك قيمه. صباح لما احنا رحنا مع بعض وعملنا ووزعنا هذه الهدايا. صحيح. لما تدخل بهجه على مسكين او على صحيح لما تحافظ على بلدك على نظافه على شيء هذه اكبر قيمه وافضل عمل. صحيح. واكبر انجاز. وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الله خير ان يبارك فيك. يعني طبعا احبة المشاهدين الاخ رياض يعني يبذل الغالي والنفيس لاجل خدمتنا. ما زلنا في سقطرى احنا معنا كذا حلقه وهو معنا صراحه قلبا وقالبا. احنا حابين نعطيه درع مقدم من قناه السعيده. تفضل اخي رياض. هذا درع مقدم من قناه السعيده برنامج حياه الناس. تستاهل صراحه. وتحيه شباب نسمع تحيه. ربنا يحفظك يا رياض. اسال الله عز وجل ان يوفقك ويكثر من الشباب امثالك وامثال الحاضرين اجمعين. انا احب اختم بس قبل ما اختم نسمع صوت واحد من الشباب كلهم. الشباب فيهم خير. 1 2 3 الشباب فيهم خير. سبحان الله العظيم تلك المحمية جمعت بين الصحراء والمياه العذبة والبحر والجبل والخضرة. فعلا مكان يأسر القلوب. احنا يعني بعد ما خلصنا تصوير الحلقة كنا مرهقين جدا والدنيا بدأت تليل لكن استمتعنا كثير كثير جدا. وتمنينا فعلا ان رسالتنا تصل لكل من يزور ذلك المكان وكل من يذهب الى مكان جميل مثل ذلك المكان ان يحافظ عليه ويحافظ على نظافته وجماله. نظر الفضيل إلى رجل يشكو إلى رجل فقال يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ فقال الشاعر وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم
إلى الذي لا يرحم. أصل المشكلة أحبتي أننا اعتدنا على رؤية النصف الفارغ من الكوب لا النصف الممتلئ، وإلا فالواجب إن فاتك ما تظنه نافعك وما أصابك ما تظنه ضارك بعد أن بذلت الوسع في جلب النفع ودفع الضر أن لا تتندم ولا تتحسر، فالرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله، فإن من ملأ قلبه بالرضا ملأ الله صدره غنى وأمنا، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك تماما واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. أحبتي المشاهدين، لتعليقاتكم وطرحاتكم تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك قناة السعيدة حياة الناس، إلى أن نلقاكم في رعاية الله. عيش الحياة بإخلاص وسعد جميع الناس، بالكلمة والبسمة، بالحب والإحسان.